السلام عليكم طلاب، عندي بمحاضرتنا الأولى بنظرية المكائن اللي هو Velocity in Mechanisms. أكو طريقتين بالكتاب، احنا ناخذ فقط طريقة واحدة اللي هو Relative Velocity Methods. هذا الطريقة كلش فعالة، يحل تقريبا جميع أنواع الميكانيزمات الموجودة عندي بالكتاب، على خلاف الطريقة الأخرى اللي ما راح نتطرق لها لأنه طريقة محدودة تحل فقط مجموعة من الميكانيزمز وراي يتعقد بكل شوية. Relative Velocity Methods من تسميتها هي طريقة الفيلوستات، السرعات النسبية، يعني تأخذ سرعة نقطة نسبة إلى نقطة أخرى. هي طريقة جدا بسيطة بقاعدة واحدة فقط رح نتعلمها، وبقية النقاط الخطوات يعتمد على مهارة الطالب، وأعلمكم كل الحيل الموجودة بها عن طريق الأمثلة الموجودة بالكتاب. Relative velocity of two bodies moving in a straight line. اللي نعرفه إنه عندي إذا عندنا two جسمين، جسم A وجسم B يتحركون باتجاه الهوريزونتال، يعني على باتجاه بخط واحد، وإذا فرضنا سرعة الـ A أكبر من سرعة الـ B، VA VB، فإذا خليناهم كلهم على نفس يبدون بنفس النقطة، عندئذ أقدر أقول عندي سرعتين نسبيات، عندي سرعة A بالنسبة لل B وعندي B with respect to A. طبعا VA هذا هي سرعة مطلقة، و VB هي سرعة مطلقة للعنصر B، يعني VA هي سرعة مطلقة لل A و VB هي سرعة مطلقة لل B. هسا أشرح لكم شنو معنى سرعة مطلقة أيضا. احنا اللي علينا انه السرعة النسبية بيناتهم، بين العنصر A والعنصر B. فاذا قلنا اريد اعرف سرعة A with respect to B، العادة انه ارسم خط مستقيم يشير باتجاه حركة الـ A، يشير باتجاه حركة الـ A. رأس السهم يمثل عندي الجسم A، وذيل السهم يمثل عندي الجزء B. ومن أجي أكتب أقول سرعة A للB، ومن أجي أقرأ أقول سرعة A الرأس نسبة إلى الذيل. أوكي، فاتجاهها يتجه من الB للA. ونفس الكلام بالنسبة للB، من أجي أقول سرعة B with respect to A، الرأس هنا هذا هو عندي الB، والذيل راح يصير عندي الA، فيصير عندي سرعة B with respect to A. هذا راح نشرحها، راح بالإكزامبلات راح يبين بعد أكثر. لكن اللي أريد أقول لكم إياه، من أقول لك سرعة A with respect to B، أجي أشوف أول عنصر هو شنو، هو A. فالA مثل عندي الرأس السهم، والB مثل عندي ذيل السهم. فمن أقول سرعة A with B للA للB، أنت مباشرة تقول بالرأس السهم موجود عندي الA، وبالذيل موجود عندي الB. ومثل ما إذا أقول سرعة B بالنسبة للA، أقول بالرأس موجود عندي البي، وبالذيل موجود عندي الأي. فأول حرف أو أول لتر عندي مثل عندي الرأس والأي، والحرف الثاني مثل عندي الذيل السهم. من أجي أقول relative velocity بالنسبة A with respect to B، أجي أنقص سرعة A من سرعة B، يعني من أقول سرعة A with respect to B هي عادة سرعة A minus سرعة B. زين، وبنفس الكلام من أقول سرعة B with respect to A، أقول سرعة B minus سرعة A، يعني دائما أخلي أول واحد بالبداية والثاني بالثاني واحد. هذا ما راح نستعمله هواي، لكن هي كمفهوم أساسي لازم نذكره. من أجي أكتب الذيل سرعة A with respect to B، يعني هذا من أجي أكتب السرعة هذا كرمز كسهم، دائما السهم أبدي من الذيل للرأس، دائما أبدي من الذيل للرأس، يعني من أقول B with respect to A، B A يعني الذيل يبدي من الذيل للسهم لرأس السهم، اللي هو بالضبط عكس ما مكتوب عندي هنا. يعني هنا مكتوب أقول سرعة A للB، من أجي أكتبها كسهم أكتبها B للA، يعني واحد عكس الثاني. فهنا عندي relative velocity، أقول A with respect to B يعني الرأس للذيل، من أجي أكتبها كفيكتر أكتبها BA، يعني دائما السهم يبدي
كتابته من الذيل الى الرأس، لكن كفيلوسيتي اقراه من الرأس للذيل، يعني واحد عكس الثاني. نفس الكلام عندي، اذا عندي الفيلوسيتي بي وذ ريسبكت تو اي، بي وذ ريسبكت تو اي، عندي هذا السطح، هذا هو الاي، هذا هو البي، فينكتب عكس ما موجود عندي بالفيلوسيتي ريبريزنتيشن، فيصير عندي اي بي، في حين هي هنا عندي بي اي. هذا خلوها قاعده وياكم. فعاده من يصير من تشوف هذا التعريف او هذا التمثيل، مباشرة يجي بذهنك انه سرعة A with respect to B هي نفس قيمة سرعة B with respect to A، لكن الاتجاهات يكون مختلفة، الاتجاهات يكون مختلفة. مثل ما نعرف انه عندي السرعة هي قيمة اتجاهية، يمثل بقيمة واتجاه. من اجي اقول سرعة A with respect to B هو نفس قيمة سرعة B with respect to A لكن متعاكس بالاتجاه، وهذا الكلام شلون احطه او شلون امثله انه سرعه A with respect to B هي يساوي سرعه minus سرعه B with respect to A. اوكي، هذا راح نستعمله هوايه بالرسومات. زين، اذا كان عندي سرعتين مو بنفس الاتجاه، هسه كان بالمثال الاول انه سرعه A و B بنفس الخط، يعني متوازيين سواء بنفس الاتجاه او عكس الاتجاه، لكنهم بنفس الخطوط. لكن هنا مثلا اذا فرضنا انه الجسم اي يتحرك عندي بالمستوي الهوريزونتال، لكن البي مائل، بالمائل شلون اجد السرعه النسبيه بين الاي والبي؟ كلش بسيط، اجي اسوي البارالوجرام المتوازي الاضلاع، واحده من الاضلاع اسوي سرعه اي وواحده من الاضلاع اسوي سرعه بي، مو شرط الاي اللي فوق والبي اللي جوا، ممكن البي يصير اللي فوق والاي اللي جوا، بكيفك، كله يعطي نفس النتائج. فمثلا اذا اخذت fixed point او الاو نقطه سرعتها يساوي صفر، فاجي اقول سرعه A، السرعه المطلقه للA هو سرعه A with respect الى fixed point، الى نقطه ثابته. VA يعني سرعه الجسم A الى الاو اللي هو fixed point، ونفس الكلام بالنسبه للB. اجي ارسم هذا تو سكيل، اخذ سكيل معين، راح اعلمكم ايضا شلون راح ناخذ السكيل بطريقه كلش مبسطه. اجي اخذ سكيل A وارسم سكيل فيلوسيتي B، ارسمهم، من يخلص عندي الرسم اجي اكمل الخط بيناتهم بين نهاية ال A ونهاية ال B، اجي اقول هذا النقطة عندي هنا هو A، هو الجسم A، وهذا النقطة هو عندي السمول B، يعني الذيل لرأس السهم B هنا راح يصير عندي. فمن اجي اقول سرعة، أريد أعرف سرعة A with respect to B هو هذا الخط، هذا الخط، هسه هذا الخط من أنا أرسمه تو سكيل، أجي أخلي المسطرة عليه وأرسمه وأضربه في السكيل، راح يطلع عندي الفيلوسيتي، راح يطلع عندي فيلوسيتي. هذا الفيلوسيتي تمثيله شنو راح يكون؟ إذا السهم أنا أستخرجه من البي للA، فإذا هي سرعة A with respect to B. شوفوا هنا هذا مثل عندي هذا السهم، هذا السهم يمثل عندي A with respect to B. فمثل ما قلت لك اذا كفيلوسيتي ارسمها امثله، فهي راس السهم نسبه الى الذيل. من اجي اقول اريد سرعه B with respect to A، فاجي اقول راس السهم، هذا هو السهم، هذا السهم يمثل عندي B with respect to A، فيمثل عندي B with respect to A. اوكي، زين، هذا الكلام كاتب لكم اياه هنا، the relative velocity A with respect to B اللي هو يمثل عندي A with respect to B، يعني يقول A نسبة لل B may be obtained by law of parallelogram اللي هو هسه شرحناه فوق، قصدي ايه هذا velocity or by triangle law or velocities، parallelogram و triangle law هو نفس الشيء اثنيناتهم. شلون تمثل عندك هذا الشيء؟ شلون راح تمثله؟